بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أمين. احنا كنا انتهينا عند فقرة 296، وهذه الفقرة جيدة جدا، يعني علمتني علما في البلاغة، وعلمتني علما في غير البلاغة، وعلمتني علما في الحياة التي أعيشها، علمتني علما في البلاغة وفي غير البلاغة وفي الحياة التي أعيشها. لماذا؟ لأن السياق سياق أن الذين يفضلون الشعر أو الكلام أو الأدب بسبب معناه فقط، الكل كل علماء الأمة يرفضون منه ذلك. وفضل المعنى الذي به يفضل الكلام عند هؤلاء هو أن يكون حكمة أو أن يكون دعوة إلى الخير، أن يكون معنى عقليا فيه حكمة أو فيه فائدة عقلية أو فيه دعوة إلى محاسن الأخلاق. يا علماء الشعر، كيف ترفضون أن يكون المعنى الذي هو المعنى العقلي بحث عنه العقل واهتدى إليه، والمعنى الذي فيه حكمة تهدي الناس إلى الخير، والمعنى الذي فيه مكارم الأخلاق يهدي الناس إلى الخير، كيف ترفضون أن يدخل هذا في ميزان الكلام؟ ده المسألة أن علماء الشعر وعلماء البلاغة مجمعون على عدم دخول المعنى في ميزان الكلام، وأن الكلام لا يرجح كلاما لأن فيه معنى عقلي، ولأن فيه حكمة، ولأن فيه أدب نفس. شفت انت ما كنتش تفهم يبلغ قيمته لا لكتاب ولا لمعلم ولا لشيء. مجمعون لم يجز منهم أحد إلا المغفلين الذين لا يلتفت إليهم، إنما الذين يسمع كلامهم ويناقش كلامهم متفقون على أن ما في الكلام من حكمة وأدب نفس ومعاني عقلية لا يرجح بها كلام على كلام، وهذا عجيب جدا. مجمعون، لم يكن هذا رأي البعض، وإنما بعضهم بالغ في ذلك كما سنرى مبالغة شديدة وهو الجاحظ، وقال المعاني مطروحة في الطريق. المعاني مطروحة، كلمة مطروحة في الطريق دي قالها الجاحظ، والجاحظ من هو؟ لا أعرف في تراثنا أعلم بالشعر والأدب من الجاحظ. لا أعلم في تراثنا واحد أعلم بالشعر والأدب من هذا الجاحظ، ومع ذلك يقول المعاني العقلية. ده هو بيقول الكلام ده، وقال هذا وهو يرد على الذين يقولون إن المعنى العقلي والحكمة وأدب النفس يرجح بها كلام على كلام، الشيء اللي العامة يرفضونه. قال وهو في هذا الصدد المعاني مطروحة في الطريق. شوف كلمة مطروحة، يعني أنا ما بأنظرش الكلمة مطروح التي أقول لك انظر إليه، وإنما أنظر إلى المعنى الذي قام في نفس الجاحظ حتى هداه إلى كلمة مطروحة.
أنا أقول لك انظر إلى كلمة مطروحة، وأنا في الحقيقة لا أنظر إليها، وإنما أنظر إلى المعنى الذي قام في نفس الجاحظ فأبان عنه بكلمة مطروحة. مطروحة في الطريق، لا يعرفها العرب إلى آخره، سنتكلم فيها. المهم أن القضية ملتبسة هذا اللبس الشديد. جاءت فقرة 262 وهي تجلي هذا وتعلمني علما أنتفع به في البلاغة وأنتفع به في حياتي كلها. هو إيه العلم باختصار قبل ما نقرأ الفقرة؟ يقول العلماء عندهم تدقيق في الكلام، حين تتعلمه تكون تعلمت شيئا أفضل من علمهم. إيه هو الشيء اللي هنا أفضل من علمهم؟ يقول عبد القاهر: ما تظنش أننا حين نقول إن المعاني العقلية والأخلاقية لا تدخل في فضل الكلام، لا تظن أننا نستهين بها. يا سلام يا سلام، اللهم ارحمهم رحمة واسعة. لا تظن إيه؟ نحن نعرف قدرها أكثر مما تعرف، ولكن هناك حقيقة منهجية وفكرية وعلمية يجب أن تكون حاضرة عندك، وده الذي تعلمته وعلمني الحياة، وهو أنك حين تكون بصدد تقدير وميزان والحكم على شيء، يجب أن تقدره وأن تزنه وأن تحكم عليه بما هو أصل فيه. فإذا كان الأصل في الشعر والأدب ليست هي المعاني الحكمية والأخلاقية، فلا تدخل المعاني العلمية والحكمية والأخلاقية في تقدير الشعر والأدب، لأن القاعدة الذهبية المنهجية الرائعة هي أنك تحكم على الشيء بما هو راجع إلى أصله وإلى ماهيته، فلا تحكم على النحو بأنه يصوم النهار ويقوم الليل. يا سيدنا ما ليس هذا هو مرادي. لا تقل لي فلان هذا الفقيه ممتاز لأنه يتصدق بماله وينفق. يا سيدنا مش هذا المطلوب، إنما احكم على الفقيه بمقدار فقهه، احكم على النحو بمقدار نحوه، احكم على الطبيب بمقدار طبه. ما تقولش والله الطبيب ده جيد لأنه بيحفظ القرآن. يا سيدنا مش كده، تنبه، حفظ القرآن على عيني وراسي، ولكن لا تدخله في وزنك للطبيب، إنما قل لي هو طبيب جيد لأنه يعلم من علم الطب ما لا يعلمه كثير من الناس، نحوي جيد لأنه يعلم من خفايا النحو ما لا يعلمه كثير من الناس، بيصلي نعم أحب لصلاته، ولكني لا أخذ عنه النحو لصلاته. هذا الفقيه رجل بيتصدق ويطعم الطعام ويكسو العريان، نعم أحبه لهذا، ولكن لن أخذ الفقه عنه لأنه يطعم الطعام ويكسو العريان. فكان هذا المعنى جيد جدا،
لأن المعاني العقلية والحكمية والأدبية والروحية والأخلاقية مشتبكة مع البيان اشتباك شديد جدا جدا. وعليك أن تخلص البيان منها حين تقضي في البيان قضاء النعم. وعليك أن تخلص وهكذا، فلا تخلط بين الأمور. ولا تظن أننا حين نبعد المعاني العقلية والحكمية عن ميزان الشعر أننا نستهين بها، لا تتوهم، هذا التوهم. نحن نقدرها كما تقدرها وربما أكثر من تقديرك لها، ولكنها ندخلها في مداخلها ونضعها في الميزان حيث يتطلب الميزان أن توضع فيه. فإذا كنت أنا بصدد الحديث عن الشعر فلا تلزمني بأن أضعها في الميزان، إنما أنا بصدد الحديث عن الحكماء. ولذلك كانوا يقولون لبعض الشعراء: ممكن أن نسميك حكيما، ممكن أن نسميك واعظا، ولكننا لا نستطيع أن نسميك شاعرا. لغلبت هذه المعاني نفسها، وده معنى جيد بيعلمك كيف تفكر وكيف تحكم وكيف تدقق فيما تحكم فيه. احنا مش كده بقى، والله ده فلان طيب خلاص، ما دام فلان طيب اعمله رئيس. ها يا سيدي، مش كده، اعمله رئيس اذا كان يحسن رئاسة الشيء الذي سيكون رئيسا له. إنما هو طيب وصالح، نعم أنا أحبه جدا وأقدره، وربما أقدره عن 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 كثير من الناس، وهكذا. فأنا راقني هذا الكلام جدا، وأنا في سنكم واستمسكت به ووعيته، لأنه راقني منه أنه يقول لي: خلص الحكم فيما تحكم به على الأصل والماهية. أنت بتحكم على الشعر، والشعر صياغة ونسج وتصوير، فلا تدخل فيه إيمانا ولا كفرا. الشعر إيه؟ ماهيته صياغة ونسج وتصوير، فلا تدخل فيه إيمانا ولا كفرا، ولا تبعد منه شيئا لأنه لا يرضي الأخلاق ولا يرضي كذا وكذا وكذا. ولو كانت الأخلاق أساس في الشعر لما كان عندنا امرئ القيس، لأن شعر امرئ القيس يعني يستعاذ مش حاول، كنت عاوز أقول يستعاذ بالله من الروايات، إنما لقيتني غلطان، لأن سيدنا رسول الله قال: إن الله رفع عنا الحرج في رواية الشعر الجاهلي. وسيدنا رسول الله ما قالش رفع عنا الحرج، لم يقل إيه إن الله إيه، إلا هو عارف البلاوة اللي في الشعر الجاهلي، وأن هذه المساخر التي في الشعر الجاهلي. يا أخي عجيب إن هم مما قدموا بهم امرأة القيس، مما إيه؟ قوله يوم وقوله وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجني. شفت العنجهية؟ غير بلاش بيضة خدر لا يرام خباؤها خليه، وتمتعت من لهو بها خليه، بس غير معجدي. شوف العنجهية بتاعت ابن القيس، وأنه ابن ملك، ها؟ وبعدين لم يتحدث إلا عن بنات الملوك، لأن بيضة الخضر التي لا يرام خباؤها لا يمكن أن تكون بنت إنسان عادي. وبعدين تجاوزت أحراسا وأهوال معشر
ما فيش واحد بيعمل على بيته حراس وأهوال معشر إلا الملوك. فهزه يا سيدنا البيت اللي فيه مخالفة للفطرة الإنسانية وللخلق الإنساني ولكرم النفس الإنسانية، علماؤنا جعلوها من أهم أسباب تفوق إبريل القيس. الأبيات التي فيها مخالفة للفطرة الإنسانية ولأدب النفس الإنسانية وللروح الإنسانية ولكرامات الإنسان وكرم الإنسان، اللي فيها كل هذه الموبقات جعلوها إيه؟ مما يقدم بها. وبعدين وأنا بقرأ زمان، بقت طبعا أنا بدأت أقرأ وأنا في ذهني إن الشعر يعلم الأخلاق ويعلم الأدب والكلام الفارغ اللي في دماغكم ده، ها؟ وبعدين إيه؟ أذهلني إن علي بن أبي طالب أن الذي رباه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن امرأة القيس قدوة شعرائنا. أنت كمان يا ابن يا ابن يا ابن أبي طالب يلي رباك سيدنا رسول الله، أنت يا علي يلي رباك سيدنا رسول الله وزوجك فاطمة بنته التي هي أحب إليه من نفسه، بتقول على الذي دخل الخضرة خضرة عنيزة والذي فعل كذا وكذا وكذا والذي 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 إن هو قدوة شعرائنا؟ بدأت أفكر وأفهم، فجاءت أمثال هذه النصوص التي سنقرأها الآن، وإنك أنت احكم على الشيء بجوهره وماهيته وحقيقته. ما تقولش نريد هذا الطبيب جيد لأن هو بيقوم الليل ويصوم النهار، لا، قل طبيب جيد لأنه يعلم في الطب. لا تقل لي هذا رجل صالح نعمله مدير لأنه يا سيدنا يصوم ويصلي، دي على عيننا وراسنا، إنما أنا عاوز من يفهم الإدارة، أنا عاوز من يفهم الفقه. وتعجب لسيدنا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، دي قطعا لا شك فيها، وهو يقول يأمر أصحابه بأن من سمع منهم مقالة له يبلغها لمن لم يسمعها، لأن البلاغ احنا مش على الدعاء بس، كلنا مأمورون بالبلاغ، كلنا مأمورون بالبلاغ. وفي أثناء هذا قال إيه؟ رب حامل فقه لا فقه له. إيه يا سيدني؟ يعني أنا لما أحفظ الفقه وأحمل فقه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد يمكن أن أكون لا فقه لي؟ أنا حامل فقه، أما من اللي ليه فقه يا سيدنا؟ هو الذي يستخرج فقها من الفقه، يبقى لا فقه، يبقى حامل فقه، يبقى حافظ الفقه ده جيد جدا جدا وحامل الفقه وعلى عنا ورصنا، ولكنه لا فقه له. ومتى يكون له فقه يا سيدنا؟ يوم أن يستخرج من الفقه فقها، كما قال ابن مسعود لما أرسله إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد اجتهد ولا قاله. فهش سيدنا رسول الله. وبعدين الخبر ده كان عجيب جدا لأن رسول الله يعلم أنه وهو لا يزال حي ستجد في الناس أقضية ليس لها بيان صريح لا في الكتاب، وهو حي بيننا، وهو حي بيننا، فكيف بتطاول هذا الزمن؟ فلما ابن مسعود قال له أستخرج من الفقه فقها، هش سيدنا رسول الله.
ولذلك لما وعينا هذا الكلام أدركنا أن حفظ العلوم مهم جدا جدا، لأنك لن تستطيع أن تستخرج من الفقه فقها ما لم تحصل الفقه كل الفقه، ولن تستطيع أن تستخرج من النحو ما برضه كمان يقول المسألة دي رب حامل بلاغة لا بلاغة له، لأنه حافظ المتون والشروح ولكنه لم يستخرج من البلاغة بلاغة، ورب حامل نحو لا نحو له لأنه حافظ دقائق النحو ولكنه لم يستخرج من، وقل رب حامل طب لا طب له لأنه حافظ الطب ولكنه لم يستخرج من الطب طبا. سيدنا رسول الله كلامه فيه إعجاز، فيه إعجاز، لأنه يدعو كل صاحب علم أن يستخرج من علمه علما، لأنه أنت أستاذ رياضة، رب حامل رياضة لا رياضة له، ما أنا بقص على كلامه، أنا لما أقول رب حامل طب لا طب له ما خرجتش عن رب حامل فقه لا فقه له، لأن ده هو ده، والقياس والاستنباط أساس. فعلمنا هذا وقال لك لن تكون شيئا في علمك ما لم تكن لك بصمة في هذا العلم. لأن الذي يستخرج من النحو نحوا وضع بصمته على النحو، والذي يستخرج من الفقه فقها وضع بصمته على الفقه، والذي يستخرج من الطب طبا، وهكذا. ولن تتقدم الأمم إلا بهذا الحديث، ولن تتسع العلوم إلا بهذا الحديث، ولن يتقدم الحفظة محلك سر. حافظ جيد، إنما خطوة إلى الأمام لا يمكن، إنما تكون الخطوة إلى الأمام إذا إلى آخر. اقرأ لي بقى في هذا، أنت فهمت كلامي؟ أصلا مش هتسمع مني أفضل من هذا، ومش هقدر أشرح أكثر من هذا. فاللي ما انتفعش يعني قدر الله وما شاء فعل. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه. أنا طبعا قلت لكم كثيرا أن مشايخنا الأجلاء كان عقولنا بين أعينهم وهم يكتبون. أنا قلت إيه؟ كانت إيه؟ ساعة ما أقول لك واعلم، تأكد إنه هو بيصحيك من النوم وبيستيقظ ملكاتك، واعلم. كان ممكن جدا يدخل في الكلام ما غير ما يقول واعلم، إنما بقول لك اعلم يعني أنا هتكلم، زي أنا في الدرس ما أقول لك اعلم يعني اسمعني بعقلي ووعي، يتريحني وريحك وكل واحد فينا يقعد في بيته. إذا كلمتك وعقلك نائم بكلامي لا قيمة له، وإذا كلمتك وعقلي أنا نائم بكلامي لا قيمة له، إنما لابد أن أكون أنا يقظا وأن تكون أنت أكثر يقظة. يلا فهمت كلامي؟ بسم الله. أنا عارف أنكم مش هتنتفعوا بشيء، إنما أنا بأخلص ضميري بين يدي الله. يا رب حاولت إن أنا أقول لهم الخير ما استطعت أن أقوله، لم ينتفعوا هذا أمرك أنت. ولاحظ أن ربنا كرر لنا في الكتاب العزيز أنه إذا أراد شيئا قال له، يعني لو أراد
خلقا آخر غير أن يملأ الأرض بناس آخرين غيرنا بكن. فهي المسألة عند الله سبحانه وتعالى ما أيسرها، ولكنه كلفنا ليحاسبنا إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن المعنى حط خط يا ولد، حط خط، لأنه بيبرئ العلماء الذين رفضوا أن يكون تقدير الكلام راجعا إلى معناه، رفض بيبرئهم من أن يظن بهم أنهم لا يقدرون المعاني العقلية والأخلاقية والحكمية، لأن الذي لا يقدر هذا يبقى إنسان غير طبيعي، الذي يبقى إنسان إيه؟ أيوة أقدره، بس ما تدخلوش في ميزان الشعر، أقدره ولكن لا تدخله في ميزان الشعر. يلا. لم يعيبوا تقديم الكلام لمعناه من حيث جهلوا أن المعنى إذا كان أدبا وحكمة وكان غريبا نادرا فهو أشرف مما ليس كذلك. لا شك في هذا، لا شك في هذا. بل عابوه من حيث كان من حكم من قضى في جنسه. حط قوس تحت بل عابوه من حيث، حط خط واحفظها واحفظ هذا الكلام. ما هكمل يا إبراهيم. عابوه من حيث كان من حكم من قضى في جنس من الأجناس بفضل أو نقص ألا يعتبر في قضيته تلك إلا الأوصاف التي تخص ذلك الجنس. حط خط زائد تحت الأوصاف التي تخص ذلك الجنس، ضع خطا زائدا تحت كلمة الأوصاف التي هي من ماهيته، فليس من ماهية الطبيب أن تقول لي إنه يصوم ويصلي، وليس من ماهية الشاعر أن تقول لي إنه حكيم وداعية إلى الأخلاق ومكارم الأخلاق، ولا تقول إلى آخر إلى آخر، إنما تخص، لاحظ الأوصاف التي تخص الشيء الذي تحكم عليه. يلا. ألا يعتبر في قضيته تلك إلا الأوصاف التي تخص ذلك الجنس وترجع إلى حقيقته، وألا ينظر فيها إلى جنس آخر وإن كان من الأول بسبيل. أهو ده، حط الخط تحت وإن كان من الأول بسبيل، لأن دي شغلتني كثير جدا، لأن أصل المعاني جزء من المباني، الكلام معنى ومبنى، فالمعنى وثيق الصلة بالشعر، صلة بالشعر صلة جزء من ماهية الشعر. ولو كان الشيء له صلة وثيقة بالشيء مهما كانت الصلة فلا بد أن تبعده عنه حين تكون في باب الحكم والقضاء. وألا ينظر فيها إلى جنس آخر وإن كان من الأول بسبيل أو متصلا به اتصال ما لا ينفك منه. أنا ما أقدرش أقول لك، أنا قرأت النص ده كم مرة بعدد حروفه لا أكثر، مش بعدد كلمات، نعم، لأنه هو لأن المسألة بيعلمني كيف أفكر وكيف أحكم، وخلق وانتهينا من ده وانتهى الصفحة وما عادش عندي في هذا أكثر من ذلك. الفقرة التي تليها 97. ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه. استنى يا إبراهيم، شوف بقى، دي عبارة عن استمرار في إقامة الدليل على أن المعاني العقلية والحكمية والروحية والأخلاقية لا تدخل في الشعر.
هذه الفقرة استمرار لبيان أن المعاني الحكمية والعقلية لا تدخل، لأن مسألة قياس الشعر على الصياغة دي مسألة قديمة أقدم من امرئ القيس. قياس متفق عليها في الأجيال الأقدم، متفق عليها إيه؟ وإذا كنت أنت وأنت تحكم على صياغة الخاتم، وإذا كنت أنت وأنت لا تنظر إلى فضته وأن فضة هذا الخاتم أفضل من فضة هذا الخاتم، أو أن ذهب هذا الخاتم أفضل من ذهب هذا الخاتم، لو فعلت ذلك يبقى أنت لم تجاوزت الحكم على الصياغة، لم تحكم على الصياغة، إنما الصياغة هي النقش الذي أحدثه الصائغ في الفضة أو في الذهب أو في الحديد أو في ما شئت، فحكمي هو على نقشه وليس على المادة التي نقش عليها. فإذا أدخلت جودة الفضة في الحكم على صياغة على نقش دون نقش تكون قد دخلت في الخرافة، تكون قد دخلت، لأن دي ليست صياغة. كذلك المعاني بالنسبة للشعر زي المادة التي صنع منها الخاتم والسوار، فكما أنه لا يجوز لك أن تحكم في السوار والخاتم إلا على ما يتصل بالنقش، ولا يجوز لك أن تدخل الفضة أو الذهب أو المعدن الذي صنع منه الخاتم، كذلك لا يجوز لك. ومن هنا كان هذا هذه الفقرة استمرار لتأكيد خطأ إدخال المعاني العقلية والحكمية في الحكم على الشعر. خلاص، فش أكثر من هذا؟ اقرأها بقى يا إبراهيم. ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب يصاغ من، يعني المعاني التي أحدث عنها ضعها بإزاء المادة التي يصنع منها الخاتم والسوار. وما دمت لا تدخل المادة في قيمة الخاتم والسوار كذلك لا يجوز أن تدخل المعنى. إنما أنا كيف أبنت عنه، هذا هو البحث. ولذلك كلمة الجاحظ، أنا قلت الجاحظ يعني الشعر صياغة وضرب من النسج ونوع من التصوير، من يوم أن قالها الجاحظ إلى يوم الناس هذا لم تنقض لا في كلام عرب ولا في كلام عجم. إنما الشعر صياغة وتصوير من يوم أن قالها الجاحظ لم ينقضها أحد، لا من العرب ولا من العجم. ولو قرأت كلام العجم في تعريف الشعر ستجد هو كلام الجاحظ. مش بقول إنهم قرأوا كلام الجاحظ، هم هدوا بفطرتهم إلى ما في الشعر وإلى جوهر الشعر، وأنه صياغة ونسج كما هدي الجاحظ. وإذا وجدت كلام يشبه كلاما فلا تسارع بأن الكلام الثاني مأخوذ من الأول، لأن عقل الثاني اهتدى إلى ما اهتدى إليه عقل الأول.
لأن عقل الثاني وهكذا. ولذلك في كلام كثير من علمائنا أنا بأجد كلام علماء مثلا في القرن الخامس يتفق مع كلام علماء في القرن الثالث، ولا أبادر بالقول بأنه أخذ، لأننا لما أبادر بالقول بأنه أخذ يبقى اتهمت عقله بالعجز عن الوصول إلى ما وصل إليه عقل الأول، وهذا ليس من حق. إنما يمكن أن أقول إن عقله في القرن الخامس اهتدى وهكذا، عشان تنصفوا العلماء وما يطلعوش العلماء شوية حرامية ورصوص، لأن الكلام اللي يشبه بعضه بعضا دائر في الكتب كلها، فستجد في كلام كل مؤلف كلاما لغيره. فإذا بادرت بالقول بالسرقة يبقى أنت بتتعلم العلم من عصابة لصوص لا قيمة لك ولا لعلمك ولا لعلمهم، يبقى أنت بت إيه من إيه مش معقول كده. هذا التخلف بعينه، هذا هو التخلف بعينه. إنما فكرة إن العالم يهتدي العقل في شرق الأرض يهتدي إلى حقيقة اهتدى إليها عالم في 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 أقصى غرب الأرض، أمر طبيعي جدا، ولم يعرف عنه شيئا ولم يقرأ له كتابا. إنما العقول الحية بتهتدي إلى مواطن الفكر ومواطن العلم وحدها. ولذلك تجد علوم الكبار في علوم كبار الأمم، مش كبار الأمة الواحدة، علوم ايه كبار الأمم تتناغى عن بعد. ايه تتناغى عن بعد يعني ايه؟ يعني تتفق وتتلاقى مع بعد الزمان وبعد المكان وبعد الثقافة وبعد اللغة. تتناغى عن ايه؟ مع ايه؟ بعد الزمان وبعد الجنس وبعد اللغة. ولذلك بتجد المعاني الفكرية المشتركة بين الأمم ذات مذاق خاص، لأنها هي الروح الإنسانية التي جمعتهم، هي الفطرة الإنسانية التي جمعتهم. هذا مسلم وهذا ملحد وهذا في شمال الأرض وهذا في جنوب الأرض. نعم، إنما الذي هدى الكل إلى ما اهتدى إليه والتقت قلوبهم حوله هو الفطرة. وما أحسن وما أجل وما أعزب الشيء الذي اهتدت إليه وهدت إليه الفطرة. ما تشبعش أنت من هذا العلم، ما تشبعش أنت من هذا العلم. كمل يا كمل. فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفطرة. كنت قرأت في النحو المقارن، أنا بحب الأشياء التي تلتقي عليها الفطرة الإنسانية مع اختلاف الزمان والمكان. فوجدت المؤلف رحمه الله رحمة واسعة يقول أقدم ما تكلم به الإنسان هو الضمائر وأسماء الإشارة. هو إيه؟ الضمائر وأسماء الإشارة. ولو أنت رجحت إلى الضمائر أو أسماء الإشارة ستجد الأصوات متشابهة جدا مع اختلاف اللغات. ففي العربية هو، وفي الإنجليزية إيه؟ أبدا. طب ما هي وهو
هم اخوات. وفي العربية هذا وفي الإنجليزية ثم هي هذا، أنت فاهم كلامي؟ فتلاقي معاني جديدة جدا جدا. يعني اللسان الأول، لسان آدم الأول، قال هو وهي أو شيء من هذا وهكذا. فبتجد متعة، تجد إنك أنت مع معرفة الإنسان، ولست مع معرفة أمة، ولست مع معرفة جماعة. فده شيء جميل جدا. والروح الإنسانية التي يجب أن تسود، لأنها لو سادت هتضع الحرب أوزارها بين الأمم. لأنها إيه؟ لو سادت لا شك في هذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن ينبه إلى هذا، فكرر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. تتضربوا ليه؟ بتموت بعضكم لبعض ليه؟ ده أنتوا أبناء أب واحد وأم واحد. وهكذا كرمنا بني آدم. بني آدم المؤمن، الكافر، الملحد، الشيوعي، الليبرالي، قل فيه ما شئت، ولكنك لا تنسى أن الله كرمه. وأعجب العجب أن يكرم الكافرين به، وأن ينعم على الكافرين به. تفهم كلامي؟ بالمسألة عاوزة تفكير. ولو فكرنا هنجد المسائل. احنا خلقنا المشاكل، انما ما فيش مشاكل في الحقيقه. وهكذا. يلا فكما ان انت فهمت الكلام الاخير ده. يلا اذا انت اردت النظر في صوغ الخاتم وفي جوده العمل ورداءته، ان تنظر الى الفضه الحامله لتلك الصوره او الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعه، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية، مكان الفضل والمزية في الكلام، أن تنظر في مجرد معناه. طب عظيم، يبقى كأن هو بيأكد هذا المعنى، وإنك حين تفضل كلاما على كلام بمعناه، يبقى أنت بتفضل خاتم على خاتم، وأنت بتحكم على النقش مش على الخاتم. انت بتحكم على ايه؟ على النقش، الصياغه. لان فضه هذا افضل وذهب وانتهت المساله. خلاص انت انا كمل ابراهيم، مش هعقب انا. وكما ان لو فضلنا خاتما على خاتم بان تكون فضه هذا اجود او فصه انفس، لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم. لا شك في هذا. كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه، ألا يكون تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام، وهذا قاطع فاعرفه. الكلمة الأخيرة ذهي بتذكرني بالفاصلة القرآنية. إيه الفاصلة القرآنية؟ الآية تتكلم وتتكلم، ثم تأتي الفاصلة لوضع الضبط النهائي لكل الذي تقدم، ثم تأتي الايه؟ لوضع الايه؟ أو هنا بيقول لك وهذا قاطع تعرفه. طب انت ما انت بينته يا سيدنا، ما انت بينته وجرحته. أيوة، إنما لازم أقول لك إن هذا مما لا يجوز أن تغفل عنه، وهذا إيه؟ خاطع. يعني لا يحوم حوله شك، في صواب لا ريب فيه. صواب إيه؟ كما مرة إيه؟ كما مرة إيه؟ وما دام صوابا لا ريب فيه، أسكنه في قلبك وعقلك، وهذا معنى قوله فاعرفه. ما دام إيه؟ لا ريب فيه، أسكنه في وهكذا. يلا لا خلاص
الفقرة بتاعت 298 اللي بعده. أيوة بس افتح بابها بس. واعلم أنك لست تنظر في كتاب صنف في شأن البلاغة. شفت كيف يا 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 حضرة قراءة الكتب ده علم تاني. قراءة الايه؟ كتب ده علم تاني. احنا عرفنا الذي قاله أولا والذي قاله مع الصياغة، ثم بقي شيء وهو أن يقول لك لا تجد كتابا صنف في الشعر وفي البلاغة إلا وهو مؤسس على هذه الحقيقة، وهي أن المعاني العقلية والأخلاقية لا يجوز أن تدخل في الشعر. بعد ما قال لي وهذا إيه؟ قاطع تعرفه، وهذا إيه؟ يعني وهذا قاطع في الدلالات العقلية، وهذا إيه؟ إنما أنت لو رجعت لتراث أهل العلم لن تجد واحدا من أهل العلم أغفل هذه الحقيقة. يلا توكل على الله. أنت فهمت الكلام؟ طب ما أنت قلت لسه، أنت لسه كاتب فهذا إيه؟ قاطع. دخلت ليه تاني ليه؟ يا بابا أنا بينت لك إن دي محال عقليا. إن ده إيه؟ محال عقليا. وأنا الآن أريد أن أقول لك لا تجد، حتى وإن كنت قلت لك قبل ذلك إن أهل العلم بالشعر والأدب مجمعون، أنا أكرر هذا وأقول لك لا تجد كتابا في شأن الشعر وفي شأن الأدب إلا وهو مؤسس على هذه الحقيقة، وهي إبعاد المعاني العقلية في إلى آخره. كم جب؟ واعلم أنك لست تنظر في كتاب صنف في شأن البلاغة وكلام جاء عن القدماء إلا وجدته يدل على فساد هذا المذهب، ورأيتهم يتشددون في إنكاره وعيبه والعيب به. كمان الثلاثة الأخرانية دول ورأيتهم إيه؟ يتشددون في إنكاره. ماشي، في استنى على الفوي، في إنكاره زي بعض. ها؟ في إيه؟ إنكاره. في إنكاره، خلاص هو ليس صحيح، وهذا هو الإنكار. إنما عيبه إن هو كلام معيوب، ده مرحلة بعد إنكاره، مرحلة إيه؟ أقوى من إيه؟ أنا أنكرت هذا الكلام ولكنني لا أعيبه. عبد الخالق يقول لك إنكاره وإيه؟ وعيبه. طب والعيب به؟ انت فاهم كلامي؟ لازم تفهم يا اخي، حرام عليكم ما تضيعوا جهود العلماء. العيب به يعني ان عيبه لا يقف عنده، وانما يعاب به من يقول به. يعاب به انكاره وعيبه وعيب وان عيبه ينتقل منه إلى الذي يقول به، فالذي يقول به ليس مخطئاً فحسب، وإنما هو يلحق به العيب لأنه يقول ما لا يقوله العقلاء. تفهم كلامي؟ حين تتذوق معنى العلم. ولذلك أنا يعني بأرى إن تذوق كلام العلماء لا يقل عن تذوق الشعر والأدب، لأن كلامهم ليه مذاق زي ما احنا شايفين كده. التدقيق الغريب يا أخي، ما احنا قلنا إنه قاطع فعرفه، طيب وبعدين قلت إنكاره، طيب والعيب وعيبه. أنت فاهم كلامي؟ فلماذا هذا الإلحاح؟ ها؟
هذا الإلحاح يا سيدنا عشان خبتك ما تجركش إلى اعتقاد كلام فاسد. هذا الإيه؟ الإلحاح يا سيدنا عشان تصحصح راسك وتحميك راسك من زحف الكلام الفاسد والفارغ، لأنك ستعيش في مجتمعات هتجد فيها طوفان من الدجل والكذب في العلم وفي غير العلم، لأنك ستعيش في مجتمعات يغرقك فيها طوفان من النفاق ومن الكذب ومن اللجاجة ومن الجدل في العلم وفي غيره. انت بتكلم، فلا بد ان الحارس ده يكون ديدبان صاحي حتى لا تغرقك هذه الاشياء. هذا المعنى، يعني قيمه، يعني القيمه الاساسيه عند العالم هي ان يعلمك وان يوقظ عقلك. ولو قلت أن يوقظ عقلك أهم عنده من أن يعلمك لم أكن مخطئا. أن يوقظ تكوينك العقل ويقظ والتوقد الذي أسكنه الله فيك وأطفأته بالإهمال والغفلة، وليه؟ والتوقد الذي وأطفأته أنت. ولذلك المتنبي كان رائع، ولم أرى في عيوب الناس عيبا. يا سلام يا سلام عليك يا أبا الطيب، عشان كده مات في سنه 50 سنة ولا أقل. تفهم كلامي؟ كان متوقد، كان أقصد إيه؟ وده شأن المجتمعات المتخلفة، القادرون على التمام لا يجتهدون لبلوغ التمام، وهكذا وهكذا. يلا. وإذا نظرت في كتب الجاهل، شوف انت بقى الثاني. يقبل كلام اللي إنكاره وعيبه، والعيب به مقدمة للحديث عن الجاهل. يبقى أنا لما أقول لك أن الجاحظ ده لا أعرف في علم المسلمين واحدا أعلم منه بالشعر والأدب، مش أنا اللي قلت لك كده، أنا استقيت هذا من كلام العلماء، لأن عبد القاهر بعد ما اجتهد وأقام البراهين العقلية وأقام 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 رجع إلى الجاحظ، والجاحظ في هذا يعني بالغ وتشدد، بالغ وتشدد. ونترك هذا للدرس القادم إن شاء الله عشان خاطر أنا تعبت، وربنا ينفع بكم.